يسعد أوقاتكم مشاهدينا، متواصلين وإياكم ومكملين في لقاءاتنا مع طلبة الثانوية العامة لهذا العام. حاليا احنا متواجدين عند الطالبة رزان نائل طحامر الحاصل على معدل 98 من الفرع العلمي. ألف مبارك لرزان، مبارك هذا النجاح والتفوق. رزان احكي لنا يعني شو شعورك اليوم الصبح لما سمعتي النتيجة؟ هل كنت متوقعة هذا المعدل؟ الله يبارك فيكم وأهلا وسهلا فيكم. أول إشي أنا أول ما سمعت النتيجة يعني بصراحة انصدمت شوي، كنت متوقعة أعلى، يعني شعور يعني في البداية أنا توترت وكنت لأني متوقعة أعلى بكتير، بس بعدين خلص تقبلت الموضوع، يعني المعدل كتير ممتاز وبيأهلني أدرس أي تخصص أنا رح يخطر على بالي إن شاء الله. طيب يعني نفهم من حديثك أنه لهلأ ما حددت تخصص ممكن تدرسيه؟ لا بصراحة أنا كنت مركزة على النتيجة واليوم طلعت النتيجة، وبهالكم يوم رح أحدد أنا شو رح أدرس. أكيد بنتمنى لك كل التوفيق. احكي لنا شوي عن هاي السنة، كيف كانت؟ كيف قدرتي إنه تتخطي هاي السنة بنجاح من خلال تنظيمك للوقت، من خلال تحديك للظروف اللي مريتوا فيها طلبة الثانوية العامة بالتحديد؟ الشعب الفلسطيني كله مر في أزمة الكورونا، ولكن أنتوا الطلبة كان عليكم التركيز والتوتر أعلى وأكبر. يعني السنة هاي كلها كانت صعبة وبنفس الوقت كانت حلوة، ضحكنا فيها وتعبنا وكنا نجيب علامات ونرضى بهاي العلامات وأحيانا نزعل عليها، يعني كانت السنة يعني عن جد صعبة والدراسة كانت يومية. لما بلشت أزمة كورونا احنا فجأة انقطعنا عن الدراسة عن المدرسة، ما بنعرف شو مصيرنا، بس بعد هيك الكل صار يطمننا وعملوا حذف على المواد وركزنا أكثر بدراستنا، والحمد لله قدمنا امتحانات يعني كانت صعبة نوعا ما. هاي كان يعني الصعوبة الثانية اللي احنا تحديناها في خلال هاي السنة، فالحمد لله انه طلعت هيك النتيجة رغم هاي التحديات الحمد لله. اكيد بنتمنى لك كل التوفيق رزان، وكمان معرض جميل للتنزيلات حب يشاركك هاي الفرحة ويقدم لك هذه الهدية لحتى يكون مشاركة بسيطة منهم بهالفرحة الجميلة جدا، فرحة الثانوية العامة. ايش بتحكي لمعرض جنين ولكل اللي شاركوك الفرحة اليوم ودعموك؟ شكرا كثير لكم وبتمنى لكم دائما التوفيق لانكم دائما بتشاركونا بفرحتنا وبتزرعوا بسمة عنا، وشكرا كثير لكم. العفو. اكيد ننتقل لوالدة الطالبة رزان، نحكي الف مبارك هذا النجاح. نحكي كمان في البداية كيف قدرتي انك تكوني صديقة لبنتك رزان لحتى تدعميها تسانديها في هاي المرحلة وفي هاي السنة بالتحديد؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم وألف مبارك لبنتي رزان ومبارك لجميع الناجحين في الثانوية العامة. طبعا يعني هم مروا بظروف صعبة وإحنا دورنا كأهل يعني كان دورنا يعني مهم جدا، يعني أول شيء الدعم النفسي وإنه نريحهم نفسيا، إنه يعني كل شيء الوضع تمام والأمور الحمد لله إن شاء الله، يعني إحنا لآخر لحظة ما كنا متوقعين إنهم يقدموا امتحانات، بس الحمد لله رب العالمين بفضل رب العالمين. طيب طبعا قدرنا نتجاوز هذه الأزمة، وهي رزان ما شاء الله عنها منظمة ودايرة بالها ومجتهدة والحمد لله وعندها إرادة قوية. طبعا هي كانت متوقعة معدل أعلى بس الحمد لله رب العالمين. أكيد بنتمنى لها كل التوفيق ونحكي لك شكرا كثير لك على دعمك لرزان. ننتقل لوالد رزان الأستاذ نائل مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم. نحكي شوي، الوالدة كانت تدعم رزان نفسيا، حضرتك احكي لنا قديش. أول شيء مبارك، واحكي لنا كيف كنت تدعم رزان تربويا، توجهها من ناحية تعليمية، كيف من إدارة الوقت لترتيب المواد، كيف تدرس، كيف توزع المادة من خلال الوقت، وهي الأمور كلياتها خلال سنة كاملة كان فيها الحلو والمر. أولا أهلا وسهلا بكم في بيتنا، وإحنا تشرفنا اليوم بحضوركم عنا وبنقدر هذه الجهود اللي بتبذلوها في رسم الابتسامة ونقل الفرحة من بيت لبيت، كل الشكر والمحبة لكم. أيضا في نفس الوقت أنا بقول كنت أقول لرزان إنه لا ينفع اجتهاد بلا توفيق، الأصل هو توفيق الله عز وجل في البداية ثم الاجتهاد. وأيضا كان شعاري دائما أقول لها أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فهي عملت بهذه النصيحة واجتهدت وأخذت بالأسباب وتوكلت على الله فكانت هذه النتيجة.
واحنا طبعا كل الطلاب اكيد هم اللي تفوقوا واخذوا بهذه الاسباب، واحنا بنبارك لهم ونتمنى لهم ان شاء الله ربنا يوفقهم في المستقبل. نعم. سلمت يعني يا أستاذ نائل وصح لسانك على هذا الكلام الطيب وهذا الكلام الصحيح، بالاجتهاد بالمثابرة التوفيق فعلا بيكون مبني على ركائز عديدة. كل الشكر لحضرتك لأنك كنت داعم أساسي للطالب رزان لحتى اليوم فعلا نالت هذا أو حصدت ثمار التعب والاجتهاد طوال هاي السنة، طوال 12 سنة الماضية. بنبارك لعائلة رزان، بنحكي لها ألف ألف مبارك الحاصلة على معدل 98 من الفرع العلمي في محافظة طول كرم. مبارك كمان مرة تانية لكافة طلبة الثانوية العامة المتفوقين الحاصلين على معدلات عالية، وكمان كل الطلبة اللي فعلا متمنين انهم يكونوا مبدعين ومتميزين في المرحلة الجامعية. خلوكم معنا دائما وابدا عبر شاشة الفجر في كافة مقابلاتنا مع طلبة الثانوية العامة.